بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قسم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم الدرس الثاني تنسيق الخط. أهداف الدرس اليوم بمشيئة الله تعالى. أهداف درس اليوم: الهدف الأول يتعرف الطالب على كيفية نسخ الكلمات والجمل ولصقها. الهدف الثاني يتعرف الطالب على كيفية نسخ جزء من النص. الهدف الثالث أن يتعرف الطالب على كيفية نقل الكلمات أو الجمل إلى أي مكان آخر. أن يتعرف الطالب على كيفية حذف جزء من النص. أن يتعرف الطالب على كيفية التنسيق من اختيار نوع الخط وتغيير حجم الخط ولون الخط. بسم الله نبدأ يا شباب. احنا عندنا برنامج الوورد باد، وقلنا بنشغل البرنامج من قائمة ستارت، بروح عند الاكسيرسز الموجودة في قائمة ابدأ ويندوز اكسيرسز الموجودة هنا، وخلال شريط التمرير انا بنزل وشغل برنامج الوورد باد. اللي هو برنامج الوورد باد يا شباب او الدفتر. فتحت البرنامج. هبتدي قبل ما يعني اشرح لكم الاهداف المرجوه اليوم، هبتدي اراجع مراجعه سريعه لما تم دراسته. هنا يا شباب الصفحه بتاعتي البيضاء اللي بكتب فيها. هنا لو حبيت اكتب نص باللغه العربيه، فانا الان دلوقتي هكتب لكم نص سريع. أول شيء نبتدي باسم، من كل كلمة وكلمة يا شباب نعمل مسافة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا الجملة اللي احنا أخذناها: الطعام اللذيذ. أنا أحب مدرستي. هذا النص يا شباب اللي احنا كتبناه اليوم بناخد بعض المهارات. اول اهدافنا اليوم بناخد ازاي ان انا انسخ وانقل كلمة او ان انا انقل جملة او انقل النص كامل الموجود. مثلا لو حبيت كلمة اللذيذ لازم أظلل الكلمة المراد نسخها. ظللتها يا شباب، وباجي هنا أقول له كوبي، باجي أنتقل المكان اللي أنا محتاج إن أنا أضع فيه الكلمة وليكن هنا، وبقول له بيست. نسخت الكلمة. انظر الآن أصبحت لذيذ مكررة مرتين. طيب هذه المرة لو أحببت الفقرة كاملة أو الجملة أنسخ الجملة. أيضا أروح الخطوة الأولى، قمت بالتحديد كوبي، أنتقل للمكان اللي أنا محتاج أضع فيه الجملة وأقول له بيست. لو أنت ملاحظ أنا أحب مدرستي، لو حبيت أعمل كمان جملة أنا أحب مدرستي، شوف اتكررت ثلاث مرات، يبقى عندي كوبي عندي بيست. طيب الآن لو حبيت إن أنا يعني أنقل جميع النص ده أنقله لمكان آخر، لك حدد حدد حددته كله. حبيت أن أنقل وليكن الطعام لذيذ، أنا أحب مدرستي، بسم الله الطعام لذيذ. حبيت أنقلها إلى مكان آخر، هذه المرة يعني بدل أن أختار كوبي أختار كت. قص يا شباب، أنا قصتها الآن دلوقتي وهنقلها لأي مكان آخر. أحدد المكان أو نزلت تحت حددت المكان وأقول له بيست. لو أنت ملاحظ الآن بسم الله الرحمن الرحيم، شوف أنا نقلت النص الجزء الموجود.
إلى هنا. طيب الجملة ديت لو أنا حبيت أكمل أنا أحب مدرستي هنا وأقول إيه؟ مدرسة الأندلس، مدرسة الأندلس. أنا محتاج أنقل هذا النص كامل، حدد هذا النص وأقول له قط، هتنقله فين لو سمحت؟ هنا، أقول له بيست. يبقى أنا الآن دلوقتي تعلمت كيف إن أنا أقوم بنقل كلمة أو نسخ كلمة أو نسخ جملة كاملة من الكلمة أنقلها إلى مكان آخر. طيب من ضمن الأهداف اللي تكلمنا عنها يا شباب، لنا أستطيع إن أنا أقوم بتنسيق، الآن أقوم بتنسيق نص. كيف إن أنا أقوم بتنسيق النص الموجود عندي؟ عندي الآن تكبير وتصغير الخط. الآن ظل الجزء اللي أنا محتاج إن أنا أكبر الخط بتاعه، هنقل بسم الله الرحمن الرحيم عشان تكون يا شباب في أول النص. شوف نسختها، أنا قصتها وحطيتها فوق هنا بست، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآن قبل أن أقوم بتنسيق نص، كيف أحذف كلمة وأحذف جملة وأحذف الفقرة كاملة؟ أنا أحب مدرستي مكررة أكثر من مرة، لو حبيت ان انا احذف كل هذه الجمله عندي في لوحه المفاتيح ديليت، فوق هتلاقيها موجوده فوق في لوحه المفاتيح ديليت، انا حذفت انا احب مدرستي. طيب احتاج ان انا احذف هذه الجمله ايضا، اظللها، افتح ديليت الموجود في لوحه المفاتيح اتحذف. طيب عندي هنا لذيذ الكلمه، احتاج ان انا أحذفها، أظل الكلمة، أيضا أقول له ديليت. يبقى أنا الآن أستطيع أن أنا أحذف كلمة، أحذف جملة، ممكن أحذف النص كامل. نشوف أظل النص كامل، أفتح ديليت وأقول له حذف، حذف لي كل النص. طبعا لما إن شاء الله نبقى ناخد عندنا هذا المفتاح خطير جدا، أن هو أندو، لو غلطت في أي حاجة يرجع لك الخطوة السابقة. طيب أستاذ إحنا الآن هندخل في الجزء الجميل جدا ألا وهو تنسيق الملف أو تنسيق الفقرة. عندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم محتاج أكبر الخط، نحدد الأول ونروح هنا على حرف الإي، كبر حرف الإي صغر. بعض الطلاب يقول لي أستاذ أنا بحب أضع يعني حجم الخط من الأرقام، عندك اختار 22 22 عندك، خلي الخط 24 حسب ما تختار وحسب التنسيق الامثل ليك. طيب انا عندي هنا يا ابطال عندي هذا نوع الخط، بحيث يطلع الخط مش يعني بشكل ونوع مختلف، ادي نوع الخط، انزل تحت اي نوع من نوع الخط ودور على الخطوط العربية، ليكن هذا الخط مثلا خط عربي، دور معاك على اي نوع من عند الاريال ده خط عربي. طيب خط تاني من الخطوط المتداولة، ده خط عربي تراديشنال ارابيك يا شباب، هذا خط عربي. شوف اتحول عندك، اكبر الخط شوية، خليه بولد اسود عريض، ده خلي الحبر يعني سميك فيه، وحبيت يكون مايل خط، حبيت يكون تحتيه سطر موجود، مرة تانية خليه نحيف بدون اسود عريض، اخليه مايل اشيل الخط من تحتيه. يبقى مرة تانية وحبيت ان انا انسق بسم الله الرحمن الرحيم كفقرة، باجي هنا اول حاجة بختار حجم الخط. يا استاذ اختار نوع الخط، عندك انواع قلت لك جرب
هتلاقي ده عندك الأنواع العربية موجودة، الخطوط العربية الموجودة، واختار أي نوع خط يعجبك من الخطوط اللي احنا اخترناها قبل كده. ده نوع عربي، عربيك اهو، خليه بولد، اخليه اسود عريض، شايف الحبر بقى اسود عريض، وخليته مايل، خلي الخط مائل، لو حبيت تحط تحتيه خط. بعض الاولاد بيحب يلون النص، ادي انا احب مدرسة الاندلس، احتاج الونها بلون معين. شايفين حرف الاي ده شباب؟ الكلر، ادي باللون الاحمر. الطعام لذيذ، ادي باللون الموف هو موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، عاوز اخليه باللون الاخضر، خليته باللون الاخضر. يقول يا استاذ ممكن استطيع ان انا الون كلمه كلمه؟ نعم، احب لو محتاج اكون باللون الازرق، مدرستي عاوز تخليها باللون الاخضر، مدرسة الأندلس عاوزها باللون الأصفر، وتستطيع أن أنت تلون بهذا الشكل. ولا تنسى إن شاء الله بإذن الله لما نلتقي إن شاء الله نطبق سويا درس عملي. أراكم على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.